السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم على العشرات من الدكار. مهم تمني اخي الفام اخي السوق انتم سامع نعرا ومتسواح السوق مشي كجا وزعت عادي الله شان سبعة ونصن الصباح. واتمنى اخي كي الفام واتبارتاجي تقيم ابوني دين اليوتيوب واتتمشى على انسيغي. ميديا بيس تقدم ميمو مسعيد هذا اخويا مقبول محمد تحت النرويج. نادي تبع ميمو مقصد زعما جدي باك الله اخش فيديو سنة تصغب قلت ليش على الجزء ما رفت صغب فيديو سنة كشخنا نية الله يمشي توارا من فاتك مليح شخنا نية اني بيع عنك وشي موجود باك الله سوق دون سمعك وشي موجود بيش ما عظيم ما صوت نسمع نعرفوا عن جدول عن كل شيء الصباح شي نقام وين بارتاجي ابوني اليوتيوب كل مع الجديد ان شاء الله من ياخذ زمارة من اللي عجبين من تصدقوا مرتبين نجنب على اوروبا نجنب على المغرب وخنا اوروبا نزعنا بعدها نسمع نمشي في قصة خمس ويني ويسين صوت نسمع نزعنا صوت نسمع المهم يخصيت من جد هايس اي حاجة تمام اتمنى اخا بارتاجي قومي معي هذا نزمه يمشي نزمه اللي يتسوى اخوان صوت مثلا مشي تعيش الاجواء في رمضان تعيش الاجواء الصبحات سنين والله العظيم صوت مثلا تعيش من المال راح وقتي شنو يطس اي عشت فضاس جيت من جريس من
يا بيت تقضي من صباح السمرة تأخر مخزاق ساعة أيو السنة نتبعوي تأقل عاد تان وكعا دورو هام يبقى حيد عليك البلاوات هاي التمر زوينة السبكية هاي كل شي موجود سقط مسمن لويزة لو بعوش أخوة من سوى أخوة أخوة حديث قصوى يقول الله يكرمك يا عاشق البصلاة يا البصلاة هاي الدلع شو موجود بارك الله إذا نعار وتسوقنا عندي عيني ندعوه نبيع انتجار يا سيدي ان شاء الله ما غاش كلشي السنة غنبيع كلشي زعرام عاد مني غنقدم ابوني ديني و عاد تعمل جديد بارك الله خويا راه تعبان شنو انا مرحبا دكتور مارك سيون اي حاجه مني عاوز شوي شوي عندك الجدي احبابي عشي الجدي احلى حبيبي هاي بارك الله اها ايوا يوم سلوين يا سيدي بارك الله اغسل مليح اروح ونزل شوف غير في مورا
جيت موني على ما تنزل التليفون على الساعه 8 كل ساعه مين جيت منزل خويا العزيز ب 250 عزيز حفظتي قديمة شنو مسوا هو هما على الاول ولو تو اتما كنتي انا كنت نمشي انا كاسوا راه جيت عاد تاع ما ايفنت فو انا كنت واقوم سوا سيتي سيما نفع باك لا اخر سمان انا سيدي حسين ما بالك أبو علي Sure.
من تصم موجود إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.